الكلام للدكتور طعمه ان القانون يحل الاخوان التجاره. في سؤالين، هو شيء يخص المحاسبين وشيء ثاني ما يخص مدبرين الحسابات. الكلام طلبته انت ان حق صلاحيات الاستدارة باعطاء تبرعات والتعادي بالجرائد والاشياء هذه وترك، اعتقد هذا عمل وايد دز الاستدارة كاستدارة. هو الشركة هي عبارة مو ديوان محاسبة أو شركة حكومية اللي فيها ديوان، هي شركة بدون مسؤولية محدودة أو مساهمة فيها مجلس إدارة في جمعية عمومية تقرر الأشياء هذه. أما حاول تحط ضوابط كثيرة، في الحالات ضوابطها ما تضبط، صعب. بعدين لما يكون تناحض مجلس إدارة عن التصويت، أعتقد لما يكون وضع ديمقراطي والأعضاء يصوتون 90% على شيء وعضو مجلس إدارة يمتنع عن التصويت، ما في داعي أنت حاسبه على امتناع، لانه يقدر شخص انه يمتنع او يقدر شخص انه يعارض. بس لما يكون مجلس فيه 12 عضو و11 واقفون واحد يمتنع، ما تقدر تحاسب الشخص هذا على الامتناع. الغياب يمكن يكون غياب متعمد وغير متعمد، هذا اهم شيء لازم يسال فيه. اما الجزء الثاني اللي هو بخصوص مراقبه الحسابات، اقتصادية المسؤولية، هذا شيء حتى في انجلترا وامريكا الحين ما قد توصلنا عليه 100%، لا يزال وسوف يستمر الوضع. لو تحط اي قانون، مجلس ادارة يتحكم مدبر بطريقة او باخرى. مجلس ادارة مثل جمعية عمومية، ولو بتسوي مثل الجمعية التعاونية في الكويت تنزلها مناقصة راح تصير اقل اسعار وما في داعي راح اتكلم الموضوع هذا. بس مجلس ادارة لا يزال يتحكم المدبر بطريقة او باخرى بالاسعار. لما تحدد الاسعار انت راح يقول في عندك محامين اسعار، في محامي ياخذ 1000، محامي ياخذ 10000، محامي ياخذ 20000، ومعروف بالكويت انه في محامين جيدين. نفس الشيء موجود في امريكا. فلما تخلي لاعضاء مجلس اداره حق صدقنا ما يعجبنا احنا كمدققين، بس صعبه انك انت تفتح الموضوع كثير بالجمعية العمومية، لان راح يصير في نقاش ان فلان ارخص فلان احسن فلان الشيء هذا اللي موجود. بعدين حضور الجمعية العمومية واستجواب مدقق. مدقق الحسابات مو مسؤول في تفسير، مو مسؤول عن الارقام، ولكن عن طريقه تحضير الارقام. يعني ما يقول لك والله اعطني تفصيل المصارف العموميه والاداريه، اعطني تفصيل عن الاستهلاكات، هذا شغل الاداره. انا كمدقق حسابات ما اشهد على الرقم كرقم، ولكن اشهد على الحسابات ككل. والنظام المحاسبي موجود. فلما تستجيب المدقق في أي جمعية عمومية، لما تقعد تسجل مدقق ما يقدر يلبيك، لأن مجموعة الأوراق والأرقام اللي عنده مو تحت إيده، راح تكون تحت المحاسبة. فدائما حتى في أمريكا وفي إنجلترا الاستجواب يتم للإدارة وليس المدقق. المدقق أبدأ رأيه بالحسابات بالنظام المحاسبي. آسف ست شوية كثيرة، بس صار عندي أربعة. أحسنت. هذا لأن راح عندي الأدوة، راح يكون عندي 11 ملاحظة. إي. نصف ما معروف. لا ما حصلت على هذا. في عدد المدقق 10%، كلام مضبوط، بس كمان في قانون وزارة التجارة عشان تدعي جمعية عمومية يحتاج إلى نسبة. فهل النسبة هاي ستتضارب و10% تستطيع تعزل المدقق وهي صعبة كثير؟ طبعا عدد، مش عدد، طبعا عدد، إي طبعا عدد، المقارنة جمعية. كوزي. عشان ما يكون الربع أعتقد وقف عن ملاحظات قبل لا. شكرا. طيب عرض ما تشرف الاسم أمر النظامي والنعم. أستاذ أمر، هو قضية موضوع التعيين سلطة مجلس الإدارة حبيبا مهم في كل التشريعات، يعني تشوف غير أمريكي خاصة بالنسبة لبعض الولايات، أيضا أن التبرع بأموال الشركة باعتبار هو مشمل عليها ليس أموال ولكن أموال الشركة وأموال المساهمين. أن هناك في مجالات مفتوحة اللي هو طبعا الأعمال الإنسانية الخيرية، التبعيات الإنسانية طبعاً دور اجتماعي في خدمة كل المجتمعات، وحتى الوزارة هو التبرعات، وأكبر مورد لهذه التبرعات هي الشركات التجارية، وذلك يعني في جميع التشريعات أن التبرعات للأعمال الإنسانية جائزة، أيضاً في حالة الكوارث الطبيعية، دعم الدولة ودعم المجتمع هذا أيضاً ما حد ممكن، لكن عندما تكون سلطة مجلس إدارة غير مقيدة، ومن ثم يفعل هذا الشيء، طبعا مجرد يعني اشاره من بعد تعازي، مجرد قد تكون مكبر فيها يعني، لكن مجرد يعني اشاره او كلمتان قد يكون خاطئ او صحيح، لكن الهدف هو
هو تغيير صندوق من الاستدعاء. في أن التبرع بأموال الشركة طالما ليست مملوكة لك، أنت حر في أموالك، لكن أموال غيرك أنت مؤتمن عليها، وهدفك أن تنميها، وهذه الشركات التجارية هدفها تحقيق الربح وليس خسارة الربح أو خسارة رأس المال. أن هناك تبرعات مقبولة ديناً وشرعاً وإنسانيةً ومن باب التكافل الاجتماعي في جميع المجتمعات اللي هي الأعمال الإنسانية والأعمال الاجتماعية. هذه نقطة أعتقد لو حضرتك ترجع لا يعني حتى لنص صحيح صراحة. موضوع مسؤولية وليس من حق العضو أو حق العضو في الامتناع أو المشاركة في التصويت، حق كعضو في مجلس إدارة أنك تشارك بالتصويت أو تمتنع هذا شيء مفهوم لك، لكن عندما ترتضي الحاجة أنك تنطق هناك قرار تعد أنه خاطئ 100% يضر بمصلحة الشركة، يضر بمصلحة المساهمين، ويعتبر خيانة أمانة. السكوت على ايش؟ ها؟ السكوت على ايش؟ فقدان حق الشركة. لا لا انا ما عندنا قاعدة دكتور عزيز. السبب في مفضل حاجة إلى بيان، ها؟ يعتبر بيانه قبول. فهو هنا ولو أنه امتنع على الحاجة كان موافق. بينما ترتضي الموقف أنه يعترف. الغائب تحكم والله ليس ثم لما. لكن هناك حضرتك لما كنت في جمعية المحاسبين في محاضرة اجتماعات. المتبرع حتى الأعضاء إيش؟ رهيب وحضرت أيضا من خلال التمرين تطلع هل والله يعني شيء خاطئ هل صح أو خطأ؟ إذا كان صح ما في داعي أيضا إيش؟ إنك تذكر الرأي ملاحظة، لكن إذا كان خاطئ فهذا الأمانة والحق والدين والرغبة أن نطلب منك إنك تقول لا هذا خطأ. ومن باب يعني إبلاغ الأمانة إني أبلغ الجمعية العامة، يا جمعية عامة ترى في غلط أو في حصل كذا. أخي مسؤولي سكت لا أنت مسؤول بالتضامن مع بعض أعضاء الإدارة. عضو مجلس الإدارة أو المراقب في أعضاء مجلس الإدارة طبعا الهدف هو أن عضو مجلس الإدارة إنسان 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 طبعا هناك عليه التزامات أخلاقية ودينية وعنده أيضا التزامات مالية تجاه أسرته وهو قدر الإمكان يحاول أن يوفق بين هذه الاعتبارات جميعا. فأنا لماذا كمشرع أو كدولة ما أحاول أن أحمي هذه الحقوق الأساسية؟ الحقوق الأساسية أوفر لها الحماية، لماذا أجعلها تحت تهديد مجلس الإدارة؟ إما أن توافق على كل عمل أقوم به أو أعزلك أو إيش؟ ما أجدد لك عقدي أو أنقص مكافأتك أو غير ذلك من الأمور، لكن أنا أفكر أن تشكل لجنة من الجمعية العامة تختار سادة أنور الطعام، سادة عز الدين، سادة صلاح المرزوق، إحنا كلمتكم الجمعية العامة باختيار من قائمة 49 مكتب حزب الدولة الإسلامية راشد الآن موجود، اختارنا مكتب من 49 مكتب شوفنا إيش الفوضى، وبالتالي هذه اللجنة تجتمع وتختار والله الأستاذ صلاح، أستاذ عيد، أيا كان الشخص، أستاذ الدكتور شعيب، إحنا اخترناك إنك إيش؟ تكون مراقب الحسابات وأتعاطى كذا وقف نعرضه على الجمعية العامة وهي اللي إيش تصدر. لكن من ناحية العملية الآن من ناحية العملية القول إن الجمعية هي اللي تعين مراقب الحسابات، لكن في حقيقة الأمر مثل ما تفضل صلاح إن الجمعية العامة موقفة تأني من سنة والبعض يوصفها بالبرلمان الغايب مثل مجلس الدولة الغير أو شخص آخر. فإذا هنا قضية بس المحافظة على الأمان، إنما والله فيما بعد تفشت هذه العقدة ويرجع أيضا لمراقب الحسابات تحت سلطة مجلس الإدارة هذا أمر آخر، لكن قدر الإمكان نحاول على بل نخفف من هذه الهيمنة لمجلس الإدارة على مراقب الحسابات. ما أدري كان السؤال الرابع أعتقد جاوبتك عليه هو طلب العزل وليس اتخاذ القرار، لكن القرار طبعا بحسب ما إذا كانت الجمعية مسمعة بصفة يعني جمعية عادية أو غير عادية، طبعا هناك في اختصاصات للجمعية العادية والجمعية العادية، إذا كان بصفة يعني مجتمع بصفة عادية وأعتقد يعني عزل مراقب الحسابات يكون من الأمور العادية أو الاعتيادية، هنا عادة الأغلبية، أغلبية الأسهم الممثلة في المجتمع، اللي هو اجتماع الجمعية العادية، إنما هنا النسبة من باب الضمانات الأساسية مو مجرد مساهمة. ما أعجب الوضع، أنا أذكر أيضا لما كنا في وزارة التجارة بعض المساهمين مثلا يقول والله أنا أبي وزارة تفتش لي على سجلات الشركة، هل من حقي أبطلع؟ وأخوان يسألوني شركة المساهمة ليس شركة أشخاص أربعة أو خمسة،
لكن هذه هو عشرات الأشخاص. فهنا إن والله الوزارة كيف ممكن يعني تحقق وتدبر، لكن مو بناء على طلبه هو قدر شكله، لكن إن يطلع هو بنفسه على سجلات الشركة أو غير ذلك هذا أمر آخر. ما أدري إذا في أي إضافات سأذكرها.